ضموا إلينا من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أحمد، صباح الخير. إذن مجزرة جديدة في جباليا، لا أعلم كم المعلومات التي لديك بخصوص الحصار المستمر المطبق على مخيم جباليا، وما رشح من تفاصيل جديدة بخصوص هذه المجزرة، وما إذا كان العدو الإسرائيلي قد قصف أماكن أخرى في قطاع غزة. صباح النور محمد. هي ليلة صعبة على قطاع غزة، بالأخص مناطق شمال القطاع. بدأت باستهداف مربع سكني لعائلة الحواجري وأبو العيش، 33 شهيدا انتشلوا من تحت الأنقاض، من بينهم أكثر من 20 امرأة، وأيضا نتحدث عن أكثر من 60 جريحا، بالإضافة لمنزل آخر لعائلة الصعيدي، 5 من الشهداء، وحديث عن مفقودين وعدد من الجرحى. وكان هناك منزل لعائلة شناعة في مخيم المغازي شرق المحافظة الوسطى، استشهد 5 من المواطنين وعدد من الجرحى. نعود مرة أخرى لشمال القطاع، الذي يكثف جيش الاحتلال منذ مطلع الليل القصف المدفعي وأيضا القصف الجوي تجاهه في محاولة لخنق مخيم جباليا من الشرق إلى الغرب. كانت الآليات الإسرائيلية تتقدم شيئا فشيئا، حتى وصلت قبل نصف ساعة من الآن إلى محيط مستشفى الإندونيسي، ثم وصلت إلى بوابات المستشفى. الآن تحاصر هذا المستشفى، تطلق النار تجاه مرافقه، وايضا انقطع التيار الكهربائي عن المشفى، ولا يستطيع الطاقم الطبي الوصول لغرف المولدات لتشغيلها، بالرغم من وجود عدد من الجرحى الذين يحتاجون لهذه الكهرباء وتشغيل بعض الاجهزه الخاصه بانعاشهم. هناك نداءات استغاثه من الطاقم الطبي بداخل هذا المجمع، وايضا دخل جيش الاحتلال الى المدارس القريبه من المستشفى واقتحمه بالدبابات الإسرائيلية، وهي مدارس تؤوي نازحين بكل تأكيد. وقبل هذا التوغل في محيط المستشفى الإندونيسي، كان قد استهدف مستشفى العودة بقذائف مدفعية في منطقة تل الزعتر، واستهدف الطوابق العلوية، ما أدى لإصابة عدد من الطواقم الطبية. هذه الحرب المفتوحة تجاه المستشفيات خاصة في شمال القطاع تأتي في نطاقات عدة، ونطاقات العملية العسكرية في شمال القطاع التي تعتبر حرب إبادة حقيقية. جيش الاحتلال يضغط على المواطنين من خلال القتل الممنهج والحصار الخانق، من خلال منع دخول الطعام ومياه الصالحة للشرب، وأيضا المواد التموينية، بالإضافة لتدمير ما تبقى من قطاع صحي. والمستشفيات الثلاث التي ذكرناها محمد هي مستشفيات أصلا خارجة عن الخدمة في وقت سابق. جيش الاحتلال كان قد دخل هذه المستشفيات خلال العمليات البرية السابقة، وحول ساحاتها إلى مقابر جماعية، ودمر أقسام كثيرة من بداخلها. وبطبيعة الحال هذا حال كل المستشفيات في قطاع غزة، لكن هذا التطور الخطير يأتي ضمن عملية عسكرية لأكثر من 14 يوما داخل مخيم جباليا وبعزل بلدات الشمال وبدخول المستشفيات. ندخل منحنى خطيرا حقيقة في هذه العملية التي تؤثر على أكثر من 200 ألف فلسطيني، استشهد منهم خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 470 شهيدا. نتابع تطورات المشهد، وبكل تأكيد نتحدث عن أحداث صعبة في ليلة صعبة على شمال القطاع، وبكل تأكيد سنكون على موعد مع تفاصيل جديدة في الساعات القادمة إذا ما استمر هذا الحصار لهذا المستشفى. وعلى ما يبدو أن جيش الاحتلال سيدخل المستشفى، وهو يعمل الآن قبل دقائق على هدم السور الخارجي للمستشفى الإندونيسي. شكرا جزيلا لك مراسل التلفزيون العربي من خان يونس أحمد البطة.